مسلم ولا يستسلم، الشعب مسلم ولا يستسلم. من جديد شعب يريد النهضة من جديد، وسأحتضن الوحدة الوطنية بنفسي، فلنرحب معا تحت تصفيقكم وزغاريدكم وشماريخكم. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للغير أن ينجلي، ولا بد للغير أن يكسر. من عاش في تونس خانها، ولا عاش من ليس من جندها. نموت ونحيا على أرضها حياة الكرام وموت العظام. أمة الهمة يا حماة الهمة، هلموا هلموا لمجد الزمن. الدفاع على الثورة وعلى أهداف هذه الثورة. سيسي اليوم فما مواطنين آخرين على المنبر يطالبون بإصلاح الحكومة وحل مشكلة سيسي. هذا التنازع بين مجموعتين، مجموعة في الغرب ومجموعة في القصبة، ممكن شنو التعليق عليه؟ شوف هذا ماهوش جديد في كل الديمقراطيات الناشئة، ثم دائما اختلاف. أنا ماذا بيا أنه بل كل شيء نتعلم كيفاش نسمو بعضنا باش نعرفوا أين نختلف وأين نتفق. قد نختلف في الفكرة ولكن نتفق في حب تونس، في مصلحة تونس. فنجب من نبدأ من النقطة ذيك وتو نعرفوا أني كيفاش لازمنا نلتقي على الحفاظ على المؤسسات، الحفاظ على الدولة، الحفاظ على ما يجمعنا وما يضمن هذا الانتقال الديمقراطي. دستور سيسي هاشم، دستور سيسي هاشم، دستور سيسي هاشم، دستور سيسي هاشم. نحن لا نرغب في تكرار النموذج المصري، لأن ليس هناك ما يستحق الاستيراد من مصر، ولكن هذا دليل على أن هذه الحكومة، أن المؤسسات الدستورية وفي مقدمة ذلك المجلس الوطني الدستوري تحيطه إرادة شعبية عامة، مسنود بإرادة شعبية عامة. هناك تأكيد على ضرورة استمرارية هذا المسار للوصول بتونس إلى بر الأمان واستكمال المسار الديمقراطي. نحن تقدمنا خطوات كبيرة، قطعنا أشواط كبيرة، ما بقي هو خطوات قليلة لابد من استكمالها حتى ننهي المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن ونذهب إلى الانتخابات القادمة. اليوم فرحين بأنهم يقسمونا في اثنين، وماذا بهم يقسمونا في ثلاثة في أربعة في خمسة، كل ما وين تقسموا كل ما احنا نضعفوا هما يقواوا. ولكن بإذن الله احنا متمسكين بالوحدة الوطنية، احنا متمسكين بالحوار، ومصعبها الولادة هذه متاع الديمقراطية، مصعبها ومعصرها الولادة، واحنا هذا المكان معبي بالأمهات ويعرفوا مصعبها لحظة الولادة ويعرفوا الألم قداش صعيب. ولكن إن شاء الله هذا المولود اللي اسمه الحرية، وهذا المولود اللي اسمه الديمقراطية، وهذا المولود اللي اسمه المسار الانتقالي سيولد بإذن الله رغم كل شيء، سيولد إن شاء الله. ماهوش ماتش شكورة شكون يمركي أكثر أهداف وشكون عنده أكثر جمهور، ماهوش ماتش شكورة. البلاد ماهيش ماتش شكورة، البلاد لاهي البطولة ولاهي الكاس. السيد هشام الحمدي كان يدعو الى اسقاط حكومه وحكم حركه النهضه، اليوم شنو التغير التكتيكي او الاستراتيجي في سياسه الحريه الشعبيه اللي يخليك تكون متواجد مع انصار الشعب؟ هو تيار المحبه،
انا نحب نقول بالنسبه للموقفنا من حركه النهضه ومن الاداء نتاعها ما تبدل حتى شيء. نحن مازلنا نعتبروا هذه الحكومه فشلت وحكومه سي حماد الجبيلي فشلت، وهم اللي وصلونا للوضعيه السيئه اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم، انه الشعب ولا ينزل ميدان باش يحافظ على الشرعيه نتاعو. نحن بكل صدق ضد اداء هذه الحكومه وضد هذه الحكومه، كنا اول من نادينا انها تكون حكومه بتاع تكنوقراط، لكن اليوم نحن مش موجودين مع حركه النهضه، نحن موجودين مع الشرعيه. هذه رسالة معناها هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الوفي، هذا الشعب النبيل خرج اليوم بعشرات الآلاف ليعبر بصوت واحد، لأنه نداء الوطن عندما ينادي الوطن يستجيب الشعب. اليوم العباد كل يتسألوا يقولوا بن سوقير يا أخي ما كانش وقت من الأوقات يسب في النهضة. عبد الرحمن سقير يقول عبد الرحمن سقير يسب في النهضة. حبيت نقول لك شكون عبد الرحمن سقير. عبد الرحمن سقير لاني نهضوي لاني سلفي. عبد الرحمن سقير لا عندي لا يمين لا عندي لا يسار. تونس والزوالي واسلامي فوق كل اعتبار، ولا يغلط في حق تونس نفرشو فرشان ونعريها عراء، سواء النهضة ولا المؤتمر ولا والو. انا ندافع على ديني. سمير اليوم الطيف السياسي معناها بطيفيه الحكومه والمعارضه اجمعوا اللي فما ازمه في البلاد. بالنسبه لكم انتم شنو هي الحلول المقترحه وشنو الحد الاقصى اللي تنجموا تجتمعوا لحل هذه؟ الحل الوحيد هو الحوار من اجل الوصول الى توافق. ما دون ذلك كل ما يبنى على الاستقواء باي جهه اخرى حتى ولو كانت الشرعيه الشعبيه المستمده من الشوارع فلن يؤدي إلا إلى مزيد الانقسام ومزيد الاستقطاب. التفويض الشعبي الوحيد الذي يمنح شرعية هو التفويض الذي يمنح عبر صناديق الاقتراع لا عبر الشوارع. في الشوارع في الساحات في الميادين الجماهير تعبر بتلقائية أو بدون تلقائية عن تعاطفها عن مساندتها عن دعمها، ولكن ما تبنى عليه الشرعية لا يمكن أن يكون إلا بالطرق الديمقراطية المعهودة. أنا ما ساهمتش في زيادة الفرقة، أنا فقط نبه الناس اللي نساو أن الشعب هذا مازال حي والثورة هذه عندها شكون يدافع عليها، وحاولوا يتجاوزوا مكتسبات الشعب التونسي ومكتسبات الثورة. لا سبيل إلى تجاوز نتائج انتخابات 23 أكتوبر إلا بانتخابات أخرى، يا انتخابات يا استفتاء. وبالتالي اللي يتصوروا أنهم يجمعوا شوية هنا وشوية غادي ويتجاوزوا ويرجعوا للشعب التونسي لعهد الظلام والعهد التجيل، هذا يمضوا مرة أخرى. هذا دليل صادع على أن الثورة لم تكتمل وأن الشعب حارس لهذه الثورة ويقظ لكل المؤامرات. هذا شارع سلمي، هذه الثورة سلمية، وهذا الشارع امتداد للقصبة الأولى والقصبة الثانية. الحوار هو السبيل لحل المشكلات، وما دامت الاختلافات الطبيعية بين البشر فإما سبيل القوة أو سبيل الحوار، ونحن مع سبيل الحوار. لا مش عواقب محمد.